يمينه بالنسبه لواحد كطالب بغى شي حاجه يدخل منه صريف يعاون به راسه في القرايه. اياه كاين بزاف على حساب خصك تشوف شنو هي المهاره اللي عندك اخويا. عندك المهاره ديالك هي اللي ممكن تسوق. الوغ انا عندك انت شي مهاره مثلا كتعطر دير شويه ديزاين وهذا سير دير شي بورتفوليو في بينانس دير شي بورتفوليو. حاول انك تكونتاكتي لي بواط دو كومونيكاسيون برا فرنسا اسبانيا بلجيكا امريكان كندا. تينك اوت اوف ذا بوكس بحال الناس اللي كيديروا الديزاين كلكم خصكم تمشيو في فايفر تخدم في اب وورك وهذا. لا نفكر العالم كبير جدا. نكونتاكتي هاد الشركه تعطيهم البروفيل ديالي في بيانس نخدم ناخذ معاهم خدمه فريلانس كما كانت عندك شويه كانت عندك مع البرمجه. شوف اخويا ملي كتقول لي شي حاجه ما عنديش راس المال خاص يكون عندك راس مال لا مادي. يعني خاص تكون عندك شي موهبه عندك شي حاجه اخويا تعرف تصاوب المزيكا تقدر تصاوب دي نوت هذا اللي تقدر تبيعهم. يعني خاص تكون عندك شي موهبه. اما عنديش راس المال وما عنديش الموهبه لا نخلق المعجزات في هذا البث المباشر ولا تخلق المعجزات. ما عنديش شي مهاره غنمشي نتعلم شي حاجه غنتعلم شي مهاره باش ندخل فيها الفلوس. اذا ما كاينش شي حاجه الاخ والاخت كاع اللي كيسول هذا السؤال كاين شي حاجه سحريه ما عندك لا مهاره ماديه ما عندك لا ما عندك لا فلوس ما عندك لا معرفه راه ما غتدخلش الفلوس. اذا انت غتكون ضحيه نصب ديال دوك الناس اللي كيترعوا في المجتمع المغربي لا سواء في غالبا كنلقاهم في المدارس والجامعات وكنلقاهم كذلك في بلايص ديال الخدمه في الجروبات ديال اجي تشوف كيفاش كندخل 3000 درهم من هذا التطبيق وهذا. غتكون ضحيه. علاش غتكون ضحيه؟ لانه بطبيعه الحال انت تؤمن انه كاينه شي حاجه ممكن تدخل بها الفلوس بلا مهاره وبلا فلوس وكتعتقد انه اي واحد كتشوفه في هذا الاونلاين هذا مدخل مصوفي راسو غير هكا. اذا ما نكونوش ضحيه ديال هذه المساله هذه. الله يجزيكم بخير. يا عندك راس مال ماديه يا عندك المعرفه وحده وجوج. الاخ مول اينشتاين